Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Quran Surah An-Nur ayat 21 sampai dengan 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.